خلينا ننتقل الى ملعب السلام سريعا مع زميلنا العزيز عمرو نبيل، يطلعنا على اخر الاجواء والاستعدادات للفريقين قبل انطلاقة هذه المباراة. مساء الخير عليك عمرو، اتفضل. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد خيري، ومساء الخير طبعا على كل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. هنا من استاد السلام ومباراه هامه في مباريات الدوري المصري، وبالاخص طبعا الاسبوع رقم 16، لقاء يجمع ما بين فريقي الداخليه بقياده مديره الفني الكابتن عمرو حسن في مواجهه المدير الفني الكرواتي لبيراميدز، طبعا هو المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني طبعا الذي يتطلع الى تحقيق الانتصارات مع فريق برينتس. خلينا نتعرف على اخبار وكواليس كل فريق زميلي العزيز احمد خيري. يمكن في البدايه طبعا فريق الداخليه يدخل هذه المباراه وهو يفتقد العديد من العناصر المؤثره، ابرزها ايهاب سمير الظهير الايسر الذي تعرض للاصابه في التدريب الاخير، وايضا هناك زياد كمال بسبب الاصابه ايضا. يمكن تشهد قائمه فريق الداخليه عوده النهارده محمد اشرف مرزيق بسبب انضمامه لمعسكر منتخب مصر مواليد 2005 مع الكابتن وائل رياض. يمكن النهارده تعليمات مستمره طوال المحاضره الفنيه من الكابتن عمرو حسن للاعبي فريق الداخليه من اجل تقديم مباراه كبيره النهارده امام فريق بيراميدز، في ظل طبعا تراجع على الفريق في المباريات السابقه والتعادلات الكثيره والعديده. يمكن مسؤولي الداخليه يعني بداوا حتى الان تحضير سيناريو جديد من اجل طبعا يعني تراجع النتائج الفتره الاخيره وانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل طبعا تواجد الفريق، وهناك العديد من الاسماء المرشحه لقياده الفريق ممكن يبدا الحديث معها عقب انتهاء مباراه اليوم حسب احمد حسب سير مباراه اليوم. خلينا نتكلم عن بيراميدز النهارده بقياده المدرب الفني الكرواتي. يمكن النهارده كرونسلاف مستر كرونسلاف النهارده طوال المحاضره الفنيه طلب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد، ببذل طبعا يعني مجهود اكبر من اجل تحقيق نتائج ايجابيه. النهارده الفريق ايضا يدخل هذه المباراه ويفتقد العديد من العناصر المؤثره، ابرزها رمضان صبحي بسبب الاصابه طبعا في القفص الصدري، وايضا هناك اللاعب علي جبري بسبب الاصابه، وهناك ايضا فخر رقاي اللاعب الجنوب افريقي احد اللاعبين المهمين جدا يغيب عن بيراميدز بسبب الاصابه. يمكن تشهد قائمه بيراميدز النهارده عوده احمد سامي الذي تغيب عن مباراه الفريق السابقه بسبب الاصابه في العضله الضامه، لكن تماثل للشفاء النهارده موجود في التشكيله الاساسيه لفريق بيراميدز. خليني اقول لك كمان بمناسبه الاعلان قائمه المنتخب النهارده المصري وتواجد اثنين من اللاعبين لفريق بيراميدز سواء مصطفى فتحي واللاعب محمد حمدي الظهير الايسر في قائمه الفريق. يمكن كان هناك حديث مع مصطفى فتحي واللاعب طبعا في حاله يعني سعاده كبيره بعد اعلان القائمه وتواجد اسمه ضمن قائمه المدير الفني الجديد الكابتن حسام حسن لمنتخب مصر. خلينا اقول لك يمكن رمضان صبحي لاقرب المقربين ليه كان طبعا كان اسمه سيتواجد، لكن الاصابه الاخيره منعته من التواجد في منتخب مصر. زميلي العزيز احمد خيري وكل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس، الان دي يعني بعد وليس الآن العودة لك وليس لتحليل، تفضل.